كيف عزيز الله تعزيز علينا هذا السيد الله يسهل عليه ويوتيوبر زوين تبارك الله عمر الله يسهل عليه وما عرفتش كاين الحب ولا لا موجود الحب بلاكس موجود بالنسبه لي انا والزوجه ديالي الحمد لله كاين الحب بيناتنا كاين الحب اهم حاجه في الحياه شنو هي اهم حاجه هي الحب سواء حب الذات حب النفس حب الوالدين حب الزوجه حب الابناء لان الانسان ما يمكنش يكون مادي 100% ضروري واحد 50% ديال الحب و 50% ديال الماده ضروري 50-50 ضروري الناس اللي تيتخوفوا من الزواج يقول لك الزواج لا وما فيهش الحب وكذا تيبقى يتخوفوا شنو تقدر تقول لهم لا شوف انا نقول لكم واحد الحاجه الا كان الاحترام في الزواج وكان تقدير الاخر وكان زعما المسؤوليه يعني تاخذ يعني كما كنقولوا تاخذ انك راه مسؤول وليتي مسؤول فاوتوماتيكمون الحب كيجي مع الوقت سواء بالنسبه للناس اللي كيتزوجوا زواج تقليدي او عن حب المهم كما كان الحب ضروري تيجي ضروري واش تقدر تقول للدراري الشباب الدراري كنقول لكم بلي تزوجوا بارك عليكم نوضوا تزوجوا الدراري الله يزركم لا لا بالعكس بالعكس والله شوف اي علاقه الانسان ياخذ الوقت ديالو ما يتزرفش بلاش هي احسن يختار الشريكه ديال الحياه ديالو اللي غادا تكون سند ليه لان هذه راه كتبقى حياه ما يمكنش اليوم ناخذ واحده اللي تقول لي انا معاك الماء والخبز ولا ماشي يقولوا لنا كل معاك الماء والخبز حصيره ومن بعد ما كتبقى الحصيره لا ما الانسان ياخذ راحته وياخذ الخاطر في الاختيار والكمال على الله سبحانه وتعالى لحظتك واحسن شكرا لحظتك واش كاين الحب في المغرب ولا لا لا كيبان لي لا حب ما كاينش لا ما كاينش نهائيا خص الواحد يفكر بعقله اكثر ما يفكر بالعاطفه لان داك الشيء ما خدامش صافي شوف هذا الوقت هذا والله هذا الوقت هذا ما كاينش الحب يكون راسه يدير كارير ديالو يطمح لشي حاجه يوصل لشي حاجه ديك الساعه يفكر بعقله الشخص اللي مناسب اما باش غيبقى يفكر في الحب وهو ما داير حتى شي حاجه في حياته يلقى راسو في الاخر ما كاين حتى شي حاجه فهمتي يلقى راسو ما صور والو يعني بحال خسر بزاف اي بحال خسر بزاف انت ما تامنيش بالحب لا ما تنامنش لان تقدر تمشي غتخسر فيه غير الجهد النفسيه تخسر فيه الطاقه والوقت بدل ما تقدر توظف ديك الطاقه حوايج اخرين توصل في حياتك لشي حاجه يولي داك الانسان كاع حتى اللي بغيتي غيتمناك فهمتي هو يتمناك انت تبدا تقلب على شي شخص حيت انت صافي دير ما دايرش شي حاجه في حياتك وجالس في واحد الفراغ وكتقلب غير على العاطفه فهمتي اش بغيت نقول لك فهمتي كتهضر انا بالنسبه للحب الوالدين الاخ خوتي بطبيعه الحال كاين ولكن هذا الوقت هذه ولات الامور صعيبه العلاقات العائليه ولا فيها بزاف ديال المشاكل واش كاين سؤال هو خرج دير الجزء الثاني درنا الاول دابا الثاني كاين وقيلا ما عرفتش وقيلا ما عرفاش واش كاين ولا ما كاين ورا ورا دابا انت تحبي ولا ما تحبيش ما تحبيش ويلي حتى واحد ما تحبيش ما كاين هذا الجفاف العاطفي الوالدين تتبغي الوالدين اجيتي براك تتبغي والديك اه كاين الحب تخلطت في لك الدواء تخلط كل شيء لا زعما دابا هو الحب بصفه عامه واش كاين بعدا غندوزو لك كاين غتحب والديك تحب الله تحب كل فهمتي الناس اللي معاك عائلتك صاحبتك حتى هي صاحبتي حتى هي الطاكسي بلاتي تكون راجع قلت لك لا زعما بلا ما تبغيني وعاد داك الحب داك الشيء ديال داكشي بوحدو ملي كتزوج وداكشي تتزوج تيجي الحب كيجي الحب ملي كتزوج حتى كتزوج قبل الزواج ما كيكونش ما عرفتش مازال تنشوف ونقول لك تجربي جربتي زعما كيدينا معاك صافي والحب من حاجه كاين في المغرب ولا ما كاينش الحب راه كاين كاين الحب الحب الوالدين الحب الاصدقاء الحب العائله واش الحب الحب ديال داكشي الاخر الزوج هذاك راه عادي راه كاين هذاك كيتزاد به راه كتخرق به بغينا نهضروا على هذاك الحاج واش كاين ولا ما كاينش داك الحب ديال الدريه والدريه وهذاك هذاك الشيء ماشي ديال لاج ديالي انا شفتو مور داك لاج هو اللي غادي يهضر لك هو اللي يهضر المهم الحب انت عندك كاين ديال بحال ديال بكري ماشي هو ديال دابا كي كان الحب من الحاج الله يرحم الوالدين ديالك عادي نورمال داك الشيء نورمال عادي ماشي بحال ديال دابا لا كان الحشمه وكان الاحترام ما بين الطرفين دابا ما بقى لا احترام لا حشمه دابا ولا جيل اخر يعني ملي كتكون صغير وكتكون تحت جناحهم راه كيكون داك الحنان وكيطاكيو عليك ولكن اون فوا كتوصل داك السن القانوني صافي راه كتولي تشوف راسك يعني الا ما صوفيتيش راسك راه ما غاديش يبقى داك الحنان وداك الجو العائلي فهمتي ما يعقلوش ما غيبقاش داك الحب انت اش بغيت نقول لك هادشي اللي تيبان لي اذا انت العائله الحب تينقص في واحد السن معين بطبيعه الحال بطبيعه الحال
على هذا الوقت غادي غادي وكنت مجهد غادي وكتقصع. يعني الانسان خاصو يفكر بعقله اكثر ما يفكر فهمتي عاطفيا. بالنسبه للعائله الاسره الصغيره والاسره الكبيره ولا بجوج؟ والأسرة الكبيرة ديما عليها كرواغ وجعج اصلا ما كاينش وجودهم في حياتنا. الصغيرة كتبقى كتبدا تلعب ما بين واش غيبقى معك الاب في الطريق واش غتبقى معك الام في الطريق واش خوك غيبقى معك هو خوك ولا غيتقلب عليك غدا من غدا. يعني في الاخر غتلقى راسك بوحدك. هذا النهار اللي نضج الانسان يدير كارير ديالو راسو فهمتي باش الوالدين كي انفو كيشوفوك درتي شي حاجه كيوليو يحترموك تما كيتزاد داك الحب وداك التقدير كيولي عاوتاني واحد الاحترام فهمتي. باش فوجاش خرج من ديك الجناح ديال الوالدين تتولي عاوتاني انت كتفكر راسك. يعني كيولي العالم ديال كلا ما عرفتيش كيفاش تقيديه غادي يبقاو هما ديما متحكمين فيك فهمتي كيفاش شنو بغيت نقول. يعني ما عمرك ما تقدر توصل داكشي اللي بغيتي. واش كاين الحب في المغرب ولا لا؟ خويا ما دير نقولك واحد الكلمه قول لينا كلمه. أتحب أتحب المهمش كأخويا ولا باك لا عندك شي والديك أتحبه. أما الحب ما بقاش في المغرب أخويا ما بقاش الحب الحب أخويا ما افتقد ما بقاش. آه هو أخويا إذا أخويا صاحبه ويقولك شي كلمة شاهد قول قول كي الحب أخويا كي الحب أخويا كي الحب أخويا كي الحب أخويا أنا كتحب آه تنحب المهمش زيد المهمش يريد نحبها شي فقط. جربنا الحب ما فيه والو ما عطاكش والو والو ما دي أخويا تنقولك شنو كاين شي حاجه اخرى والله اخويا ما كاينه فهمني شي حب شي اخويا لك شي بغيت سمح لي عشيري شوف شي عشيري في هذا الوقت اللي بتحب حب والديك حب امك هي اللي كاينه شي حاجه اخرى ما كاينه. اسمعني من غير امك اخويا شي وحده ما تعرف قيمتك. اجي اختي نقولك واحد الحب ولا ما كاينش الحب في المغرب. اجي اختي اجي مرحبا دور لك الحب الحب واش كاين ولا ما كاينش؟ لا ما كاينش ويلي ما كاينش الحب. علاش ما كاينش الحب؟ كاين نضحك عليا نضحك عليك بصح ما كاينش شي واحد اللي استاذ زعما تبغي وتكمل مع حياتك. لا والو ما كاينش والو نهائيا. لا تقدر تقول لي الناس ولا البنات والدراري الله يهديكم كاملين دابا قال لينا السيد اللي كاين اه وفي خاطر البنت هذه الله يجيب لها شي واحد ان شاء الله يحبها حتى هي وحباه نوصيك اختي واحد الوصيه حباه ومنتك من غير وكذاب. وشتي امتى تعرفي بنادم اختي؟ تعرفي حتى الوقت شد اما وقت لها مزود الضمه وكثره الشده ايوا لا نقول لهاد الاخوان كاملين اللي يشوفونا لا يحب يحب مهمته هي اللي كاينه شي حاجه اخرى واه واللي ما عندوش با الله شي حاجه اخرى ما كايناش الله يحمو اللي قلتو با تحياتي. واش كاين الحب في المغرب ولا ما كاينش؟ في مروك اه مروك تنظن لا تظن لا اه انت تتحب ولا تنحب؟ تتحب قرب شويه اشرب باش تنحب اخو تنحب انت تتحب باش عرفتي الحب ما كاينش؟ لا شكون سميتها؟ نسرين نسرين سعدات كان نسرين. شوف شي حاجه طب هادو اللي الله ولا شي حاجه؟ لا لا تنكراشي على شي وحده فهمتي ماشي بزاف مي نسرين. شوف الحب الحب نسرين الحب نسرين فهمتي نضربو شي معنايا شي شمع مزيان شو الحب كي داير معلم شو الشمع كاين شو تقدر تقول لي مات من برا مات من برا تنحب كان نسرين. وشنو بغيت نقول لك؟ شنو نقول لها؟ كان فغي انت شنو هضر اخويا شوف ماشي ديالها ماشي ديالها ماشي ديالها لا لا انا بسمه 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 شنو تقول لباسمه انت؟ كان فغي شنو تقول جاي لما انا شنو نقول شنو 19 ريال انايا كنحب كنحبك شنو الحب ولا لا؟ شوف خويا هذا راهي شوف والله اش كاين تكون بنت الناس معك زعما انت ما عرفتش علاش يرجع لك شي راهي وصافي ويلي ويلي كيف كاين ياك عندك عمي عندك عمي لا عمي راه تضيع نفس 7000 درهم. واش كاين الحب في المغرب ولا ما كاينش؟ كاين كاين الحب كاين موجود ماشي موجود قليل بزاف قليل قليل. انت فيت لك مجربه الحب؟ ياسر جربه كي داير الاحساس ديال الحب؟ بصراحه احساس زوين احساس زوين الحب زوين بزاف. شنو تقدر تقولي للبنات على الحب؟ نقول لهم كاين الحب ولكن راه خاص معامل خاص معامل. واش ما كاينش معامل في المغرب ولا شنو؟ قليل بزاف بزاف. انا ديجا قلت لك كاين ولكن قليل. وباش نرجعوا كثير شنو نديروا ليه؟ شنو نقدروا نديروا؟ الناس اللي تتحب شوف الناس اللي تتحب ما تتخونش ياك ما تيغدروش بصح قالوا لينا شي ناس ما بقاش الحب نهائي كاين باقي الحب كاين.